التقدير لمستوى الوعي السياسي والشجاعة اللذين تحلت بهم المرأة الجزائرية في الهبة الوطنية التاريخية السلمية، وعلى وقوفها جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في الدفاع عن البلاد ضمن مسار التغيير السلمي الديمقراطي لبناء الجمهورية الجديدة التي نحن بصدد وضع أسسها من خلال إعداد دستور وطني توافقي يقطع بصفة جذرية مع ممارسات الماضي ويعطي لكل ذي حق حقه في إطار دولة قوية وعادلة وديمقراطية. كنت قد تعهدت في برنامجي لبناء الجمهورية الجديدة أمام الله عز وجل وأمام الشعب أن أعمل بكل تفان على تحقيق طموحات الحراك الشعب المبارك وعلى المضي معا إلى تغيير ديمقراطي شامل لبناء جمهورية ديمقراطية جديدة قوية وعادلة ومزدهرة تكون فيها لجميع المواطنات والمواطنين مكانتهم المستحقة